السلام عليكم أخواني المشاهدين، أتمنى أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذه الحلقة سوف تكون خاصة للمربون الذين يربون طائر البادجي وطائر الحب الغندور. فكما نعلم أن الكثير من هذه الطيور لا تأكل البيض المسلوق، إما لأنها لا تحبه أو أن المربي الأول لم يكن يعودها على تناول البيض المسلوق. فهناك طريقة بسيطة، نقوم بإحضار الحبوب الأساسية لطيور الحب التي نقدمها لهم، وسوف نقوم بتقطيع البيض المسلوق إلى قطع صغيرة حتى مع قشرته، ثم نقوم بخلطها جيدا ونقوم بتقديمها للطيور، وسوف نقوم بتكرار هذه العملية لعدة مرات حتى تعتاد هذه الطيور على تناول البيض، ثم بعد ذلك نقوم بتقديم البيض المسلوق لوحده لهذه الطيور، ونشاهد إن كانت قد اعتادت على تناول البيض فهذا جيد، وإن لم تعتد فسوف نقوم بتكرار هذه العملية، يعني خلط البيض مع الحبوب حتى تعتاد عليه، ثم نقدم لها البيض المسلوق. وفي الأخير عزيزي المشاهد، أتمنى قد يكون الفيديو قد نال إعجابك، وإن كنت غير مشترك في القناة أدعوك للاشتراك بالقناة ليصلك جديد فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.